فضيحة من العيار الثقيل، فضيحة كبيرة في الجزائر. قائد الأركان ديال الجيش الجزائري واللي مازال ما تقاعدش واللي مازال في الخدمة كيشارك في الانتخابات، كيشارك في الانتخابات هو مجموعة من العسكر اللي لبسوا لباس ميداني وجايين كينتخبوا. كذلك روسيا واللي كانت كتقول عليها الجزائر الحليف الاستراتيجي، اليوم روسيا كتهم الجزائر بالخيانة وقد تتجه لفرض عقوبات ضد هذا النظام العسكري الجزائري. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. دائما معكم أختكم لبنى من قناتكم المتواضعة لبنى نيوز، واللي كنتمنى أنكم تدعمونا في هذه القناة بالضغط على زر إعجاب، كذلك إذا قدرتوا تبارطاجوا معنا هذا الفيديو وتكتبوا التعليق. فعلى بركة الله نبدأ موضوعنا لليوم، لكن قبل ما نبدأ غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو ديال واحد مؤثرة في تيك توك اللي مشات في رحلة ولا يعني عندها شي جولة في الصحراء المغربية، فشوفوا معايا باش كتفاجأ. السلام عليكم لي زامي، عفاكم انا شفت واحد الحاجة ما عجبتنيش نهائيا، بقى فيا الحال ونورمالمون حنا كمغاربة خصنا نديرو اليد في اليد باش هادشي يتبدل. كومون سا سفي؟ انا مغربية كاينة في الصحراء المغربية، كندخل باش نحط ستوري ولا كندخل باش نحط فوتو بلاصة اللوكاسيون، كنبغي ندير مثلا مدينة العيون الصحراء المغربية كتطلع لي مدينة العيون ويستر الصحراء. شاد العبات هذا ما فهمتش، ماشي غير في هاد لابليكاسيون، هاد لابليكاسيون في لابليكاسيون الاخرى الزرقاء كومون سا سفي؟ انا كنجي كنحط اللوكاليزاسيون ديال البلاصة انا فين كاينة كتطلع لي العيون ويستر الصحراء، ما فهمتش. ولا كانت هاد العيون هادي ويسترن صحارى، هاد المغاربة كاملين لي باسبور خضر اللي كاينين في هاد العيون، وهاد الاعترافات ديال الدول كاملة وديال الأمم المتحدة وديال فرنسا وديال العالم كامل وبمغربية الصحراء، شنو غادي نديرو ليهم؟ كيفاش دابا ما كايناش رقابة على هاد الشيء؟ كيفاش أنا كنجي كمغربية جاية لمدينة العيون الصحراوية باش نحط اللوكاليزاسيون ديال العيون تلقى فيها العيون الصحراء المغربية كتلقى فيها ويسترن صحارى؟ كيفاش الخريطة ديال المغرب في العالم كامل تبدلات وفي العالم كامل وما تقطعاتش الصحراء عن مغربها والمغرب باقي في صحراءه وانا هنا في لوكاسيون كنتلاقى الصحراء الغربية؟ سمحوا لي خاص البارطاج، خاص هادشي يتحل، ما يمكنش هادشي يبقى هكا. فكنتمناو ان هذا الفيديو يتبارطاج على نطاق واسع. كذلك اخواني اخواتي غادي نمشيو للفضيحة الكبيرة المهزلة، الفضيحة واللي العالم كامل رجع كيضحك على هاد الجزائر. قائد الأركان ديال الجيش الجزائري واللي مازال ما تقاعدش مازال في الخدمة كيشارك في الانتخابات، فنشوفوا الفيديو نتلاقاو ونعلقوا عليه. مهزله فضيحه في نظركم الاخوان؟ دابا باش نقرحها على من كيصوت، اكيد راه مصوت على عبد المجيد اللي هو الرئيس الدميه ديال الجزائر بطبيعه الحال. شنقريحه هو الرئيس الفعلي للدوله ديال الجزائر بطبيعه الحال، شنقريحه هو اللي معين عبد المجيد. وها هو كما كنشوفوا شنقريحه غادي يخرج، صافي راه صوت وكمل على اساس الديمقراطيه وانه صوت يعني بشفافيه، وحنا عارفين كاملين انه البصبع المبردع كامل عارف بلي شنقريحه راه صوت مع عبد المجيد.
واكيد شنقريحه غادي ياخذ التصويرات، هذا هو الهدف ديالو، خصو ياخذ التصويرات. من موراه غادي يجي العسكر او الجيش الجزائري بلباس ميداني وغادي يصوتوا على عبد المجيد. لكن كاين بعض من الجزائريين اللي هما احرار وعاقوا بهاد الالاعيب ديالهم كاملين، فغادي نشوفوا جزائري حر واللي غادي يتكلم على هاد المهزله، وغادي يقول باللي حنايا كنقلبوا جزائر مدنيه ماشي عسكريه، وغادي يقول كذلك باللي قريبا جدا غادي ينوض الحراك الجزائري. فنخليكم مع هذا المقطع ونتلاقاو من بعد. دولة مدنية ماشي عسكرية، والروح يداها غير مولاها. دولة مدنية ماشي عسكرية، وتبون مزور جابوها العسكر، وما كانش انتخابات مع العصابات، ما يركعوهش الحراك، كاين رجال. دولة مدنية ماشي عسكرية، وما كانش انتخابات مع العصابات، وتبون مزور جابوها العسكر، وعندنا ما فيها رجال ما فيهاش الشياطين. وتحيا الاحرار، والروح يداها غير مولاها، ما نخافوا لا من المخابرات لا من شنقريحه، الروح يداها غير مولاها. دوله مدنيه ماشي عسكريه، وتبون مزور جابوها العسكر، وما كانش انتخابات مع العصابات، وعندنا ببلاد الرجال، عندنا ببلاد الاحرار، عندنا ببلاد الرجال ما يشيتوش وما يطيح ما يتحيوش. دولة مدنية ماشي عسكرية. فأكيد أن هاد الخرجة ديال هاد السيد هاد الجزائري الحر غادي تكون آخر خرجة ليه في حياته، أكيد غادي تصلى عليه صلاة الجنازة من طرف العسكر الجزائري. كذلك إخواني أخواتي فيما يتعلق بالشؤون الخارجية ما بين الجزائر وروسيا، غادي نشوفوا أن روسيا كتهم الجزائر بالخيانة، وقد تتجه لفرض عقوبات ضد النظام العسكري الجزائري. فغادي نشوفوا واحد المقطع من احد القنوات العربيه اللي كتكلم على ازمه دبلوماسيه خطيره ما بين النظام العسكري الجزائري وروسيا، ولطالما النظام العسكري الجزائري كيقول لنا او كيقول على روسيا بلي هي الحليف الاستراتيجي، وان روسيا هي من تصون استقلال الجزائر، وبوتين صديق عبد المجيد. لكن اليوم دخلت في أزمة كبيرة، لأن روسيا كتهم الجزائر أنها خانتها عن طريق السماح لمعدات أوكرانيا وقوات عسكرية أوكرانية اللي استعملت الأراضي الجزائرية للوصول إلى مالي. البلدين الحليفين، العلاقات بين الجزائر وروسيا تحولا دراماتيكيا بعد الأحداث المتسارعة والتي كشفت عن وجود خلافات عميقة حول قضايا استراتيجية حساسة بين البلدين الحليفين المقربين. وفي التفاصيل، اتهمت السلطة الروسية نظيرتها الجزائرية بخرق اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل عملية تجسس أوكرانية في منطقة الساحل. وتزعم موسكو أن الجزائر سمحت لطائرات أوكرانية بنقل أسلحة وخبراء عسكريين إلى الجماعات المسلحة في شمال مالي، وذلك بدعم من الولايات المتحدة. وتأتي هذه الاتهامات في عقب سلسلة من الهجمات الناجحة التي شنتها الجماعات المسلحة في شمال مالي ضد قوات روسية ومرتزقة من مجموعة فاغنر، ما أسفر عن خسائر فادحة في صفوفهم. وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات كانت مدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة قدمتها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، ولكن المصادر ذهبت لأكثر من ذلك. فالغضب والاحتجاج الروسي كان بشأن عدم تبادل المعلومات الاستخبارية وعدم استجابة الجزائر في المسائل المعلوماتية. وبشكل آخر، انتقدت روسيا نظيرتها الجزائرية بسبب فشلها بحسب الجانب الروسي في واجبها المتمثل في التعاون مع المخابرات الروسية ومراقبة منطقة تقع قريبة جدا من الحدود الجزائرية. وتجد الجزائر نفسها في موقف حرج، حيث تتعرض لضغوط متزايدة من كلا الطرفين، فمن جهة تتعرض لانتقادات شديدة من روسيا التي تعتبرها قد خانت الثقة، ومن جهة أخرى تواجه ضغوطا من الولايات المتحدة التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة. ولعل التلسن المفاجئ وغير المسبوق بين ممثلي الجزائر وروسيا في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية غير سياسية بالأساس، كان الأمر الذي أخرج الفتور الجزائري الروسي إلى العلن، حيث تبادل المندوبان الروسي والجزائري في مجلس الأمن سجالا دبلوماسيا على خلفية نقاش حول جنسي الرياضية إيمان خليف. هي القضية التي استغلها الروس لتصفية حسابات سياسية مع فرنسا المحتضنة للألعاب الأولمبية.